مرحبا، اليوم حلقتنا قراءة في دفتر وجه حسن، يعني فيسبوكو. وحسن باللهجة الشامية، باللهجة اللبنانية حسن. ايه، ما قلت له فداك يا حسن. ايه، هلا عمل إطلالة أخيرة بعد ما أجا حسين عبد اللهيان وسلموا مذكرة إحضار لبشار الأسد، استدعاء وإحضار. إيه، وهلأ حسين حكى امبارح، بقى نشرتها الجزيرة 13 شباط. إيه، فعم يحكي، نسمع هلأ نحن إحنا وياكم بنحلل وجهه، لأنه حكيه بلا طعمة، بس بنحلل وجهه لنشوف شو عنده حسين في القادم من الأيام، شو عم يقول لجماعته على التلفزيون، هني قاعدين هو المقاومة. طيب تفضل يا حسين. الاعتداءات الإسرائيلية، الوحشية الإسرائيلية، المجازر الإسرائيلية، الأطماع الإسرائيلية، التهديدات الإسرائيلية قائم. أصل وجود إسرائيل في المنطقة هو مصيبة لكل شعوب ودول المنطقة، ولكن ما دامت موجودة إلى اليوم الذي ستزول فيه إن شاء الله، إسرائيل القوية خطر على المنطقة. يعني إسرائيل إجرام واحتلال وتهجير وكذا وإلى آخره، لكنها ليست خطر على المنطقة إلا إذا كانت قوية. طيب، قائمة، يعني إسرائيل قائمة، كان بده يزيل نص إسرائيل، كان بده يدمر إسرائيل، هلأ بطل، لأنه ذاك قال له أنا إيران ما دخلنا، ما رح نفوت الحرب، أنتو خلصوا حالكم، أبو البيش خلص حالك، أنتو بتكون تحاربوا حاربوا، ما بتكون تحاربوا لا تحاربوا، يعني سلموا السلاح وسلموا المدري شو سلموا. هذا هلأ شوفوا المفارقة. يعني أما إسرائيل الضعيفة، أيوة، إسرائيل المردوعة، إسرائيل الخائفة هي التي تشكل حالة أقل خطرا وضررا وكارثية على دول وشعوب المنطقة. أيوة، إذا الاحتلال قوي خطر، أما إذا الاحتلال ضعيف وخايف منه خطر نهائيا، يعني ما عاد في احتلال، ما عاد في مقدسات، ولا في قدس، ولا في شعب فلسطيني مهجر، ولا في شيء، نحن بس مجرد انه هن خافوا منا، خلص بكفي، نحن جايين نخوف، نعوي، خوفنا خلص انتهى الموضوع، انحلت كل مشاكل المنطقة وكل مخاطر إسرائيل راحت. ليش؟ لأنه إسرائيل خايفة. فهلأ بيطلع لك بالنتيجة انه هذا الاتفاق اللي اتفقنا عليه لأنه إسرائيل خايفة من المقاومة، فمعناتها نحن انتصرنا. ليش؟ لأنه خاف منا العدو. طيب إذا خايف منك، ليش هذا خايف منك؟ معناتها أنت عندك قدرات، مو هيك؟ طيب ما تستعملها؟ ما بستعملها. فأنت المهم عندك شو هو؟ إنه إسرائيل خايفة، ما بتشكل خطر على المنطقة. هلا بقى بدنا نتنياهو يفز، يرجف شوية هيك كذا، ويصرح تصريحات إنه نحن نتخوف من توسيع الحرب، ونتخوف من كذا، بتقوم انت بتنسحب، بتطبق القرار 1701، وبرجع بيطلب منك تسلم سلاح للجيش اللبناني، بعدين بيطلب منك تنسحب من سوريا، بعدين تحل حزب الله السوري وحزب الله العراقي وحزب الله اللبناني. يعني معقول احنا عندنا يعني ديانة التوحيد؟ يعني معقول الله السوري والله اللبناني والله العراقي؟ قول حزب الله في سوريا، حزب الله في لبنان، حزب الله في العراق، مو حزب الله العراقي. شو أنكرت التوحيد؟ يعني ما بعرف. لما نجي للبنان، ايه؟ إسرائيل القوية التي كانت تنظر أنها تستطيع أن تحتل لبنان بفرقة موسيقية هي خطر على لبنان. إسرائيل الموضوعة كما حصل بعد 2000 وبعد 2006 إلى اليوم، إسرائيل الموضوعة هي التي يمكن أن
يحد من خطوها على لبنان. هذه قاعدة. يعني إسرائيل مردوعة بدنا نتصالح معها لأنها مردوعة. طيب يا حرام، يعني هي مردوعة وهي خيفانة وهي كذا، فهيدي ما عادت خطر على لبنان نهائيا، يعني ما عاد عندنا عدو اسمه إسرائيل. ليه؟ لأنه خايف ومردوع، عرفتوا كيف؟ وأنا اللي رادعه، معناتها أنا لازم دل أحكم لبنان، حط رئيس وأعمل شو ما بدي وأعمل شو كذا وشو إلى آخره. شفتوا المنطق؟ يعني شوفوا وجهه أنتوا على دول المنطقة وشعوب المنطقة. إذا نحن كشعب لبناني أيضا وكدولة في لبنان وكوطن لبناني، مصلحتنا عندما يكون في جواونا عدو مغتصب محتل معتدي ألا يكون قويا ولا يكون مقتدرا. نحن مصلحتنا وين؟ أن تكون إسرائيل غير قوية وغير مقتدرة. يعني إسرائيل يعني أنه نحن نخلي عدونا ويحتل أرضنا وأخذ المخيمات وعم يقتل بالفلسطيني، خليه مو مشكلة، بس يكون غير مقتدر. أي يكون غير مقتدر، هاي دي مصلحتنا نحن. يعني بدك تطبع مع إسرائيل مو؟ لأن يكون مأزوما ومهزوما ومستنزفا وضعيفا ومردوعا. هذا لازم يكون قاعدة. يعني نحن ندفش عليه الفلسطينية يموتوا مشان يصير مهزوم وضعيف ومتردد وخايف ومستنزف مشان نحن ندلع دين بالسلطة، ما هيك؟ هلا نحن بسوريا مين عنا عدو بسوريا؟ عنا عدو اسمه حسن نصر الله. اي هلا حسن نصر الله ضعيف وخايف ومهزوم ومتلبك بلبنان، مصلحة سورية، ما هيك؟ تمام، نفس المنطق. طيب استسلم لإسرائيل، معناتها تمام، برابو، إسرائيل تحرر سوريا. إذا حدا بناقش به القاعدة طبعا في مشكلة بيكون، يعني نحن عنا احنا في مشكلة. إذا حدا أي قاعدة كيف تناقشوا فيها؟ حدا بيناقش بالقاعدة؟ يعني وين بده يناقش لك الواحد بالأساس؟ وين بده يناقش بالقمة؟ إذا حدا بيناقش بهاي البديهية مشكلة، عرفتوا كيف؟ يعني مشي الحال، مشي الحال. وين متخبي هلا هو؟ بإيران ولا بسوريا ولا وين؟ ما بعرف. بالمفاهيم وبالأساسيات. إضحاك. إيه. ما في داعي عندكم يا مو. طيب. الثانية هيدي عم بيحكي على الموبايلات. أنتوا لاحظتوا ضحكته؟ لاحظتوا وجهه شلون؟ يعني بدي مرق لنا شغلة ما عم تمرق. ما بتمرق انه انا بدي استسلم لطبق شروط الإسرائيلية. طيب انت بدك تطبق الشروط الإسرائيلية، يعني اول انا بدي طبقها، انا مضطر، انا خايف يضربوني، انا ما بدي اخسر الحكم بلبنان، انا بس بدي تحطوني رئيس وصير لبنان تبعي الي انا، يعني لبنان نصر الله. اعطوني لبنان وما بقرب عليكم نهائيا، ولا بخلي ولا جندي، الصواريخ كلها بضربها على بيروت، على بيروت الشرقية يعني. ايه طيب، وسوريا. فجروا ايران، اصبحت مسكوا ايران، الكلب الايراني مسكوا بالرسان. جروا ايران، شو بده يعمل؟ بده يلحق امه، مو هيك؟ طيب هذا هو، تفضل. تفينا بكل الجنوب لهي المرحلة، خصوصا المقاتلين المقاومين هن وعائلاتهم يستغنوا عن الخليوي. عطلوا يا خيي، ادفنوا، حطوا صندوق حديد وقفل عليه. معلش، جمعه جمعتين شهر اثنين، الله اعلم هاي القصه قد ايه بتطول، من اجل سلامه وامن وحفظ دماء. ايموا الموبايلات، حطوها بصندوق حديد، اقفلوا عليها، ادفنوه هلا بلا هلا، ما تفسد، تعملوا فيسبوك وتعملوا مدري شو كذا من أجل سلامتكم. ما نعرف قديش القصة بتطول، يعني لسه ما اتفقوا، يعني احنا عم نتفاوض، احنا بجوز نقبل وتنتهي القصة وبجوز ما تنتهي القصة. فهلأ إسرائيل لسه شغالة، عم تتصيدون، فنستخدم الموبايلات. يعني هذا حل جذري، يعني ذبح على إسرائيل ذبح. مين الخايف؟ اللي بيستخدم الموبايل ولا اللي بيستخدم موبايل ولا ما بيستخدمه؟ يا حسين، في ذاك يا حسين. ايه هلا اذا انت خريان تحتك، معناتها بشار شو؟
بشار شو خاصة بعد ما قتلتوا له علي مملوك؟ وينه علي مملوك؟ طلعوا لنا اياه، فرجونا اياه شو. ما طلع من المستشفى؟ ايه بيطلعوا لك بيكذبوا. لا حضر الاجتماع، اي اجتماع؟ حضر الاجتماع، تحضر ان شاء الله تحضر بالاربعه. ايه هلا بده يروح بشار على ايران وياخذ يعني يستجوبوه بايران، ما بيكون هذاك. واسرائيل من تال وايران من تال والآن شوف الآن. هذا حبينا نقرا بوجه وتصريحات حسن نصر الله، وانتم بتحكموا طلعوا على الوجه شوفوا المنطق اللي حكى فيه. هذا هو حسن نصر الله الأد، عرفتوا كيف؟ حسن نصر الله الجبان الكذاب الذي ما بيتمرجل إلا على الشعب اللبناني وعلى الشعب السوري، وبيقتل وبيضرب وما بيرفع أصبعته وبينزل أصبعته مدري شو كذا. وصلنا لا القدس وإسرائيل والمقاومة والمدري شو والإلى آخره، طفى فص ملح وداب. هذا هو، هاي قراءة في وجه حسين. يتبع